بصي يا بنتي، استنى الفستان دوت يهبل. ذاكري يا مريم وسيبك من الفساتين. يا مرهم حياتي، يا مداوي الجروح، الجلد ما شربكش. مريم كده هتفوح. سيبي اللي في ايدك وذاكري. يمشكشك قلبي ولا اجدحها سرنجاتي؟ فينك يا حبيبي؟ وحشتني يا حياتي. الله يا فنان. ايوه ميرسي يا جماعه، ميرسي. هتغر؟ لا هتغر، لا بجد كفايه. معلش هقطعك، ممكن لو طالبه معاك فن تخش اوضتك؟ مش احنا بنذاكر؟ انا ما بذاكرش عن نفسي. اوكي احنا مضطرد، خدتي بالك؟ انا هقول لك على حاجه، انت بتدرسي ايه؟ انا بدرس طب. طب ايه؟ طب بيطري. حلو قوي قوي قوي، انا لو منك خش المطبخ، ده مستقبل المرأة. ادرسي بقى، عندك صواني وحلل بقى وإشي وإشي وإشي. ليه؟ عشان لما تتخرجي ما تعالجيش حمير، هما ما ذنبهمش حاجة، إنما لما تتخرجي وتتجوزي جوزك ما يطلقكيش. أنت صح، عندك نفس الرأي. هو عنده حق. تربيتي البت دي تربيتي، عشان عارفة. طب أنا عندي رأي تاني. إيه هو؟ إيه رأيك لو تسيبوني أذاكر عشان لما أتخرج أعرف عليكم؟ ها؟ ها؟ ها؟